السلام عليكم، يسعد أوقاتكم طلاب الصف الثامن. اليوم يا مس في مادة العلوم راح نكمل درس مفهوم التيار الكهربائي. هلأ يا مس، المرة الماضية احنا وضحنا لكم مفهوم التيار الكهربائي وحكينا لكم في عنا تيار اصطلاحي وتيار فعلي، وحكينا لك عن الدارة الكهربائية وأجزاء الدارة الكهربائية يا ثامن. طيب شو عرفنا التيار الكهربائي المرة الماضية يا ثامن؟ عرفنا ان هي الشحنات اللي بتمر عندي في مسار مغلق او في دارة كهربائية. هلا الدارة الكهربائية زي ما موضح عندكم هون يا ثامن، هاي عبارة عن دارة كهربائية، يكون عندي مصباح حكينا، مفتاح، وبطارية، والاسلاك. بس احنا طبعا الاسلاك مدينه من تحت عشان انه كشكل ارتب للدارة الكهربائية، وذكرنا لكم المرة الماضية رموز للدارة الكهربائية. حكينا لك يا مس المصباح عبر له بأي رمز يا ثامن؟ المصباح هي عندي بهذا الشكل، حكينا عبر له الدائرة فيها إكس، والسلك عاد سلك خط مستقيم، البطارية حكينا عمود طويل عمود قصير، واضح يا مس؟ وحكينا في جهاز بيوصله للدارة الكهربائية اسمه جهاز الأميتر الذي يعمل على قياس التيار الكهربائي. في جهاز بوصلوها مع الدار الكهربائي بحطوه بيكون اسمه أميتر. هذا المسيا الأميتر هو عبارة عن جهاز يقيس شدة التيار الكهربائي. قلت لكم الأميتر بيكون تقريبا هيك، في عنا تدريج وفي عنا عقرب أو مؤشر وفي أسلاك. أنا لما بوصل هاي الأسلاك بالدار الكهربائية يا ثامن، هاي القراءة بتعطيني مقدار أو شدة التيار اللي بمر عندي في الدار الكهربائية. وقلت لك كرمز له في الدارة الكهربائية برسم له A دائرة وجواتها حرف الـ A، واضح يا مس؟ طيب ذكرنا لكم كمان يا ثامن غير تعريف التيار الكهربائي وأجزاء الدارة الكهربائية ورموزها، حكينا إنه في عندنا تيار اصطلاحي وتيار فعلي. التيار الفعلي هي الشحنات الموجودة عندي في البطارية، التيار بيمشي داخل البطارية من الجزء السالب إلى الجزء الموجب، من الجزء السالب هي إشارة سالب إلى الجزء الموجب، هاي شايفين السالب وهي الموجب، هذا التيار الفعلي بيمشي داخل البطارية من السالب للموجب. بعد ما يمشي داخل البطارية من السالب إلى الموجب يا ثامن، بكمل مساره في الدارة الكهربائية من موجب البطارية إلى سالبها، اللي بنسميه التيار الاصطلاحي اللي احنا متعودين عليه، واضح يا ثامن؟ إذا هاي الدارة الكهربائية وأجزائها ورموزها والتيار الفعلي والتيار الاصطلاحي. هلا اخر شيء ذكرناه اللي هو انه التيار الكهربائي فيه له معادله رياضيه، اللي حكيناها يا ثامن ان التيار الكهربائي شو يساوي؟ التيار الكهربائي يساوي الشحنه الكهربائيه على الزمن. قلنا لكم يا مس ان التيار الكهربائي يساوي الشحنه الكهربائيه على الزمن. قلنا لك يا مس اختصارات إلها عشان مش كل مرة تردي كتابة القانون. التيار الكهربائي اختصرناه بتاء، والشحن بالشين، والزمن بالثانية. ماشي يا مس؟ اختصار لقانون التيار الكهربائي. طيب هلا قلنا لك كل واحد فيه له وحدة. الشحنة شو وحدتها يا ثامن؟ كولوم. والزمن بأي وحدة بيكون عندنا؟ بالثانية. إذا كولوم لكل ثاني شو بيعطينا الوحدة؟ وحدة أمبير اللي هي نسبة للعالم، حكينا أندري ماري أمبير. وحدة التيار الكهربائي هي أمبير، نسبة للعالم وضعها أندري ماري أمبير. أوكي يا ثامن؟ طيب المرة الماضية حلينا لكم مثال من الكتاب عشان وضحتكم كيفية حل على قانون التيار الكهربائي. الآن عندنا كمان مثال ثاني من الحل عليه. بحكي لك تطوير معرفتي صفحة 53 يا ثامن. تطوير معرفتي صفحة 53، نحل مع بعض. بحكي لك السؤال يا ثامن يمثل الشكل 6-5. هيا يمثل الشكل 6-5 صفحة 53. محلولا من ملح الطعام وضع فيه قطبان موصلان
يتصلان مع بطارية ومصباح. ابحث في السبب الذي أدى إلى إضاءة المصباح وحدد اتجاه مرور التيار. بحكي لك ليش لما أنا حطيت هذول القطبين في محلول مي، محلول مي يعني مس مي وملح، إذا محلول ملح يعني مي وملح، حطيت فيه قطبين ماشي، وفي عندي موصولين ببطارية وموصول بمصباح. لما أنا حطيت القطبين بحكوا لك هذول بمحلول الملح، ليش أضع عندي المصباح؟ نحكي هلا يا مس، الملح عبارة عن شو؟ شو رمز الملح يا ثامن؟ أخذناه قبل مرة بصف سادس. الملح هو عبارة عن رمزه NaCl، كلوريد الصوديوم. الملح هو عبارة عن كلوريد الصوديوم. هلا السبب أنه خلى المصباح يضيء هو أن المحلول يتكون من أيونات سالبة وموجبة اللي هي الـ Na والـ Cl موصلة للتيار الكهربائي، وحركة الشحنات كيف تكون؟ شو طالبنا كمان حركة الشحنات؟ تخرج من تتحرك من الجهة الموجبة بتبلش عندي ماشي يا مس. إذا السبب أن تولد إنه إضاءة المصباح في محلول ملح الطعام أو ملح المائدة اللي هو اليابس، نحكي ملح الطعام هو عبارة عن كلوريد الصوديوم NaCl. هلا الـ NaCl هاي بسميها أيونات، في عنا أيونات موجب وأيونات سالبة. الـ Cl سالبة شحنتها، والـ Na شحنتها موجبة، الـ Cl سالبة والـ Na موجبة الشحنة. هلا انا لما حطيت هذا مس الدارة الكهربائية حطيتها في المحلول المائي، وفي عندي شحنات موجبة وشحنات سالبة اللي هي الـ Cl والـ Na، هذول بما انه في عندي شحنات رح تقوم بتوصيل التيار الكهربائي، عشان هيك اضاع عندنا المصباح في هاي الدارة الكهربائية. هلا بحكي لك حدد اتجاه مرور التيار الكهربائي، ببلش عندنا من الـ Na اللي هي الشحنة الموجبة، يتحرك من الجهة الموجبة. واضح يا ثامن؟ طيب ننتقل إلى التقويم والتأمل صفحة 54، نحله سويا. التقويم والتأمل صفحة 54. التقويم والتأمل صفحة 54 يا ثامن. بحكي لك أول سؤال، احسب التيار الكهربائي. الماس في موصل إذا عبر مقطع الموصل شحنة مقدارها 15 كولوم خلال دقيقة واحدة. إذا يانس بالسؤال الأول بده يعني احسب التيار. بحكي لك الشحنة قديش مقدارها؟ أعطاك إياها يا ثامن، أعطاني إياها 15 كولوم، والزمن، الزمن يساوي دقيقة. بده إيش يعني أطلع؟ يعني أطلع التيار يا ثامن، 15 كولوم خلال دقيقة واحدة. الحل شو بنحكي يا مس؟ هي الحل. نحكي التيار شو يساوي يا ثامن؟ الشحنة على الزمن. طيب أنا الشحنة، أنا التيار مجهول عندي، الشحنة قديش معطيك إياها؟ 15 كولوم. الزمن شو معطيني إياه يا ثامن؟ معطيني إياه بالدقيقة، بس أنا شو حكيت شرط الزمن عندي هون بقانون التيار الكهربائي؟ أنه يكون عندي بالثانية. طيب هلا الدقيقة يا ثامن كم ثانية عندي؟ 60 ثانية. ممتاز يا ثامن، الدقيقة 60
ثانية. هلأ شو بنعمل؟ بنحكي 15 على 60، واضح يا مس؟ 15 على 60 لأن هي 60 ثانية دقيقة عنا. هلأ لو قسمناهم على بعض يا ثامن بيطلع عندي مقدار التيار ربع أمبير، ماشي يا مس؟ تيار ربع أمبير، واضح لهون؟ طيب نحل السؤال الثاني. بحكي لك أجرى أحد الطلبة تجربة لإيجاد العلاقة الرياضية بين شحن متدفقة في موصل والزمن وحصل على النتائج التالية. ثامن أي سؤال بحلهم؟ بدك تعمل على النقل على الكتاب، يعني في عندك تطوير معرفتي والتقويم والتأمل. هلا نحل السؤال الثاني للتقويم والتأمل. معطيك هو جدول انه احد الطلبه او احد الاشخاص عمل زي التجربه انه شاف مقدار التيار اللي بمر في مقطع خلال زمن معين. مثلا بحكي لك هاي الجدول عندنا بالصفحه 54 في كتابك يا ثامن، بحكي لك مثلا هون عندي بالثانيه الواحده مرت عندي 2 كولوم، ثاني ثانيه 4، ثالثه 6، الثانيه الرابعه مر عندي 8، والثانية الخامسة مر عندي 10 كولوم. هاي مقدار الشحنات اللي بتمر في كل ثانية. هلأ أول سؤال على هذا الجدول بحكي لك مثل قياسات بيانيا بحيث تكون الشحنة على محور الصادات والزمن على محور السينات. طبعا هم بالكتاب بس معطيك الرسم البياني، انت رح ترسمني عليه. هاي الرسم البياني ماشي او الورقة البيانية. ارسم معي زي ما انا رح ارسم هون. هذا السؤال 2 ألف. هلأ المحور العمودي شو بده إياه؟ اللي هو هذا الصادات بده يكون عندي الشحنة. المحور الأفقي زي ما أخذت برياضيات يا ثامن. السينات شو بده تكون عندي؟ الزمن، ماشي؟ يعني المحور العمودي اللي هو الشحنة والمحور الأفقي اللي هو السينات الزمن. هلا بحكي لك الزمن مقسم من 1 إلى 5، 1 2 3 4 5، والشحنات مقسمة 2 4 6 8 10. اوكي هي مقسم لك اياها. هلا بحكي لك يا ثامن مثل القياسات بيانيا بحيث تكون الشحنة على محور الصادات والزمن على محور السينات. هاي عنا هيك راح تلاحظ يا مس انهم بيمشوا زي خط مستقيم. يعني هلا لما يكون عندي زمن ثاني كم شحنه راح يمر؟ 2 كولوم من الشحنه، واثنين ثانيه قديش راح يمر؟ راح يمر عندي 4، وثلاث بالثلاث ثواني كم شحنه راح يمر؟ 6، بالاربع ثواني راح يمر 8 شحنات، وبالخمس ثواني راح يمر 10 كولوم من الشحنه. واضح يا مس؟ طيب هلا بحكي لك احسب ميل الخط المستقيم للرسم. ميل الخط شو بتلاحظ يا بس؟ ثابت، ميله ثابت، لانه كل ما زاد عندي الزمان راح يزيد مقدار الشحنات اللي راح تمر عندي. اذا سؤال 2 ب بتكتب لي ثابت. هاي سؤال 2 ب بتعطيك كلمه ثابت. طيب فرع الجيم ما الكميه الفيزيائيه التي تمثلها ميل الخط وما وحدة قياسها؟ الكمية الفيزيائية يا مس هي ميل خط الفرق بين السينات والصادر. ميل الخط يمثل الفرق بين السينات والصادر. إذا السؤال الثاني جيم. السؤال ثاني جيم نحكي الميل يساوي فرق الصادر على فرق السينات. كيف يعني يا ثامن فرق الصادات على فرق السينات؟ يعني يا مس باخذ الفرق بين الصادات والسينات. الفرق بيناتهم مثلا فرق الصادات شو بعمل؟ باخذ اكبر صاد واطرحها من اصغر صاد. ناخذ اكبر صاد نطرحها من اصغر صاد، وكذلك بالنسبه للسينات.
ناخذ اكبر سين ونطرحها من اصغر سين اللي هو عندنا الزمن. طيب 10 ناقص 2 8، 5 ناقص 1 4، 8 تقسيم 4 2. اذا هات عندنا مين الصادات، مين الصادات، واضح يا مس؟ اللي هو بيمثل عندنا التيار. هذا مين الصادات يمثل عندنا التيار، فوحدة قياسه راح تكون امبير. لأنه شو يمثل هذا عندنا المين؟ التيار، لأنه عبارة عن شحن وزمان، شو بيمثل عندنا؟ التيار، المين هو عبارة عن التيار يمس الكهربائي. واضحة يا ثامن؟ إذا أي ميل باخذ فرق المحور الصاداتي على فرق المحور السيناتي، واضح يا ثامن؟ طيب هلا راح أحكي لكم أنا كمان مثال من عندي على قانون التيار الكهربائي عشان يعني ترسخ المعلومة ببالكم أكثر يا مس. بحكي لك عندي تيار كهربائي، خلينا هذا خارج يا ناس عشان نرسخ معلومه اكثر في بالكم. بحكي لك احسب لي التيار الكهربائي اذا كانت مقدار الشحنات التي تمر في موصل، الشحنات اللي بتمر في موصل تساوي 16 كولوم في زمن، قد ايه زمن؟ 4 ثواني. شو بده مني هو؟ التيار. فبقول يا سامي التيار التيار تساوي الشحنة على الزمن، وبالتالي التيار يساوي الشحنة، كم شحنة معطينا؟ 16 كولوم، الزمن 4. لاحظ يا سامي الزمن هون عندي بالثواني، يعني ما فيها داعي اني احول. المثالين ذكرناهم قبل كان بالدقائق فكنا نحولهم لثواني، هون نحول عندي جاهز بالثانية على 4. 16 تقسيم 4 قد ايه يا ثامن؟ ممتاز 4 امبير، اللي هي وحدة ايش؟ التيار الكهربائي. طبعا ضروري ضروري يا ثامن بالامتحان الوحدات تركز لي عليها امبير كولوم ثاني، ماشي؟ إذا في تحويل من دقيقة إلى ثانية لازم تحولي، واضح؟ هيك بنكون نهينا يا ثامن درس مفهوم التيار الكهربائي. يعطيكم العافية.